استاذ عبد الرحمن، منورنا في الحياه اليوم النهارده يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مرحبا بيكي. اهلا وسهلا. عايزين نسمع كلامك الحلو يا استاذ عبد الرحمن. اشكرك جدا. خير فضل. والله بسم الله الرحمن الرحيم. اظن اهم مكان دلوقتي في مصر هو ميدان التحرير. تاكيد طبعا. القصيده اسمها الميدان. الميدان، اتفضل. ايادي مصريه سمراء ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز، سطوع لصوت الجموع، شوف مصر تحت الشمس، آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز. عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلادنا أكل ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل، بلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع وحققوا المعجزة، صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني، دمي دول الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا احزاني. تحاولوا ما تحاولوا ما تشوفوا وطن غيره، سلبتوا دم الوطن وبشمتوا من خيره. احلامنا بكرانا اصغر ضحكه على شفه، شفتوش صياد يا خلق بيقتلوا طيره. السوس بينخر وسارح تحت إشرافك، فرحان بهم كنت وشايلهم على كتافك. وأما أهالينا من زرعوا بنوا صنعوا، كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك. ويا مصر يا مصر، قام العليل رجعت له أنفاسه وباس جبين الوطن، مال الوطن باسه. من قبل موته بيوم صحوه أولاده، من كان سبب علته محبته الناس. الثورة فيضان قديم محبوس ما شافوش زول، الثورة لو جد ما تبانش في كلام أو قول، تقلب وتعدل في سرية تفور في القلب وتنغزل فتلة فتلة في ضمير النول. ما تخافش على مصر يابا، مصر محروسة حتى من الطغمة دي اللي فينا مدسوسة. ولو انت ابوها بصحيح وخايف عليها قوي، تركتها ليه بدن بتنخر السوسة؟ وبيسرقوك يا الوطن قدامنا عين عينك، ينده بقوة الوطن ويقول لي قوم فينك. ضحكت علينا الكتب بعدت بنا عنك، لولا ولادنا اللي قاموا يسددوا دينك. لكن خلاص يا وطن، صحيت جموع الخلق قبضوا على الشمس بأيديهم وقالوا لا، من المستحيل يفرطوا عقد الوطن تاني، والكد تاني محال يلبس قناع الحق. بكل حب الحياة خوض في دم أخوك، قول أنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك أهنوك وزلوك ولعبوا قمار بأحلامك، نيران هتافك تحرر صاحبك الممسوك. يرجع لها صوتها مصر، تعود ملامحها تاخد مكانها القديم، والكون يصالحها عشرات سنين تسكنوا بالكذب في عروقنا والدنيا متقدمة ومصر مطرحها. كتبت أول سطور في صفحة الثورة وهم علماء وخبرا مدورة ومنورة، وقعت فرعون هرب من قلب تمثاله، لكن جيوشه ما زالوا يحلموا ببكرة.
صباح حقيقي ودرس جديد قوي في الرفض. أتاري للشمس صوت وتهري للأرض نبض. تاني معاكم رجعنا نحب كلمة مصر. تاني معاكم رجعنا نحب ضحكة بعض. مين كان يقول ابننا يطلع بنا من نفق؟ دي صرخة ولا غنى؟ وده دم ولا شفق؟ أتريها حاجة بسيطة الثورة يا أخوانا. مين اللي شافها كده؟ مين أول اللي بدأ؟ مش دول شبابنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم ولبسنا توب الحداد وبعدنا قوي عنهم؟ هم اللي قاموا النهارده يشعلوا الثورة ويصنفوا الخلق مين عنهم ومين خانهم. يا دي الميدان اللي حضن الفكرة وسهرها. يا دي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها. يا دي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرها ما بين عباد عشقة وعباد جرحة. شباب كأن الميدان أهله وعنوانه، ولا في الميدان نسكافيه ولا كابتشينو. خدوده عرفوا جمال النوم على الأسفلت، والموت عارفهم قوي وهم عارفينه. لا الظلم هين يا ناس ولا الشباب قاصر. مهما حفرتوا الميدان عمره ما يتحاصر. فكرتني يا الميدان بزمان وسحر زمان. فكرتني بأغلى أيام في زمن ناصر. شايل حياتك على كفك صغير السن، ليل بعد يوم المعاناة وانت مش بتئن. جمل المحامل وانت غض بتعجب امتى عرفت النضال. اسمح لي حاجة تجن. اتاريك جميل يا وطن ما زلت وحتبقى. زال الضباب وانفجرت باعلى صوت. لا حرضتنا نبتسم ودفعت انت الحساب. وبنبتسم بس بسمة طالعة بمشقة. فينك يا صبح الكرامة اللي البشر هانوا وأهل مصر الأصيلة تخانوا وتهانوا. بنشتري العزة تاني والتمن غالي. فتح الوطن للجميع قلبه وأحضانه. الثورة فيض الأمل وغنوة الثوار. الليل إذا خانوا لونه يتقلب لنهار. ضج الضجيج بالندى اصحى يا فجر الناس. فينك يا صوت الغلابة وضحكة الأنصار؟ واحنا وراهم أساتذة خايبة تتعلم ازاي نحب الوطن وامتى نتكلم. لما الصدى قلبنا طال الصدى قلبنا ويئسنا من فتحه. قلب الوطن قبلكم كان خاوي ومظلم. أولنا في الجولة لسه جولة ورا جولة. دسوس بينخر يا أبويا في جسد دولة. أيوة الملك صار كتابة إنما أبدا لو غفلت عنا لحظة حيقلبوا العملة. لكن خوفي مازال جوه الفؤاد يكبش. خوف اللي ساكن شقوق القلب ومعشش. يقول لي مش راح يسيبه ولسه حيقبه وحيلاقولهم سكك وبيبان ما تتردش. وحاسبوا قوي من الديابه اللي في وسطيكم. حاسبوا قوي من الديابه اللي في وسطيكم. والا تبقى الخيانه منكم فيكم. الضحك على البق بس الرك عنيات. فيهم عدوين اشد من اللي حواليكم. عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي دي القصيدة اللي شرفنا بيها في الحياة اليوم النهاردة. الميدان، الميدان اللي عبد الرحمن الأبنودي لخص كل المشهد من خلاله. زي ما الميدان بالضبط هو نفسه اللي بيلخص مشهد مصر هذه الأيام. هنسمعها مع حضراتكم وعارفين إن احنا لما نعيدها هتبقوا عايزين تسمعوها وتستعيدوا منها مرة تانية.